السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشكلة اللي النهاردة عندنا وبنشوفها هو إن المروحة ضعيفة، يعني المروحة بتلف في حالة عدم وجود غسيل، مية بس. أول ما بنحط غسيل المروحة ما بتتحركش، الغسيل اللي بيلف الشمال واليمين حتى لو الغسيل خفيف. فطبعا لو جيت حطيت إيدي كده بلاقي المروحة بتقف. طبعا بنقول المروحة ما توقفش، المروحة بتقف إيه؟ معنى كده إن في مشكلة. طيب المشكلة إيه؟ حتى بلاقي المسمار بيفك لوحده أهو. المسمار بيفك اهو. طب المشكله دي عشان اتاكد ان المشكله دي ممكن تكون من السير وممكن تكون من الجير بوكس. عشان اتاكد انها من السير او من الجير بوكس اوقف المروحه وابص ورا اشوف هل السير بيلف ولا لا. فانا همسك المروحه بايدي وهبص ورا على السير. ادي المروحه ماسكها بايدي مثبتها، اصور السير. انا دلوقتي ماسك المروحه والسير وكل حاجه بتلف، كل حاجه بتلف في المروحه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هي في المروحه، المروحه بتاكل. معنى كده ان المروحه هي اللي بتاكل، المسؤول بتاعها اللي بتاكل. هنفك المروحه وهنوريها لكم وهنغيرها واحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده عايزين نفك الريشه او المروحه بتاعت الغساله للهاف اوتوماتيك. طبعا بعد ما نفك المسمار، هنفك المسمار. ادي المسمار فكناه، هنحاول ان احنا نشيلها. هنلاقيها بكل الطرق استحالة، حتى لو حاولنا ندخل سكينة هنكسر الريشة ومش تطلع. الحل في الطلوع ان احنا نستخدم مقاومة المية. هنشغل الغسالة وهنستخدم مقاومة المية معاها علشان تطلع. هتشوفوا معايا دلوقتي، حط فيشة في الكهرباء. وهنستخدم مقاومة المية، افتح المية اهو. طبعا مقاومة المية هي أقوى حاجة، المية ما توصل لحد معين مش هتخلع لوحدها. في بعض الناس بتشتغل معاها سكينة أو حاجة بتكسرها. أهي انفصلت المروحة لوحدها بمنتهى السهولة من غير أي مشكلة. هذه المروحة بطريقة سهلة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما فكيت المروحة اهي وطلعت، هلاحظ هنا ان الزور دوت، فوق الزور معرفش هو باين ولا لا، متاكل. الزور متاكل. المروحة الجديدة لو شفنا الزور بتاعها بنلاقي ان الزور بتاعها في مكان للاكس، اهو مكان الاكس اهو، لكن في المروحة دي القديمة متاكل. حل الموضوع ده ان احنا هنشتري مروحه زيها، ناخدها معانا ونجيب واحده زيها. بتاريخ النهارده ثمنها المروحه دي ب 25 جنيه، ممكن تزيد عندك تقل، بس هو ده ثمنها. هنركب المروحه، هتخش عادي، هنقعد نلفها لحد ما تخش. ايوه، ليه؟ ليها مكان للدخول اهي. دخلت اهي. هجيب المسمار، هربطها بقى، يعني هربط المسمار. المسمار كده اتربط 100 100، المروحة بقت محكمة. هجرب هذه المروحة، احط ايدي، اهم حاجة بتلف المروحة ما تقفش. هات شوية المروحة ما تقفش. استنى يمين، نفس الكلام كده، المروحه تمام ومصلحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المشكله اللي النهارده عندنا وبنشوفها هو ان المروحه ضعيفه، يعني المروحه بتلف في حاله عدم وجود غسيل، ميه بس. اول ما بنحط غسيل المروحه ما بتتحركش، الغسيل اللي بيلف الشمال واليمين حتى لو الغسيل خفيف. فطبعا لو جيت حطيت ايدي كده بلاقي المروحه بتقف. طبعا بنشيل المروحه، ما توقفش المروحه، بتقف ايه؟ معنى كده ان في مشكله. طيب المشكله ايه؟
حتى بلاقي المسمار بيفك لوحده اهو، المسمار بيفك اهو. طب المشكله دي عشان اتاكد ان المشكله دي ممكن تكون من السير وممكن تكون من جير بوكس. عشان اتاكد انها من السير او من الجير بوكس، اوقف المروحه وابص ورا اشوف هل السير بيلف ولا لا. فهمسك المروحه بايدي وابص ورا على السير، ادي المروحه ماسكها بايدي مثبتها، اصور السير. انا دلوقتي ماسك المروحه والسير وكل حاجه بتلف، كل حاجه بتلف في المروحه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هي في المروحه، المروحه بتاكل. معنى كده ان المروحه هي اللي بتاكل، المفروض بتاعها اللي بتاكل. هنفك المروحه وهنوريها لكم وهنجرب واحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده عايزين نفك الريشه او المروحه بتاعت الغساله للهاف اوتوماتيك. طبعا بعد ما نفك المسمار، هنفك المسمار، ادي المسمار فكناه، هنحاول ان احنا نشيلها. هنلاقيها بكل الطرق استحاله، حتى لو ده حاولنا ندخل سكينة هنكسر الريشة ومش تطلع. الحل في الطلوع ان احنا نستخدم مقاومة المية. هنشغل الغسالة وهنستخدم مقاومة المية معاها علشان تطلع. هتشوفوا معايا دلوقتي، حط فيشة في الكهرباء. وهنستخدم مقاومة المية، افتح المية اهو. طبعا مقاومة المية هي أقوى حاجة. المية ما توصل لحد معين مش هتخلع لوحدها. في بعض الناس بتشتغل معاها سكينة أو حاجة بتكسرها. أهي انفصلت المروحة لوحدها بمنتهى السهولة من غير أي مشكلة. هذه المروحة بطريقة سهلة جدا. والسلام عليكم. بعد ما فكيت المروحة أهي وطلعت، هلاحظ هنا إن الزور دوت، طرق الزور معرفش هو باين ولا لأ، متاكل. الزور متاكل. المروحة الجديدة لو شفنا الزور بتاعها بنلاقي إن الزور بتاعها في مكان للأكس، أهو مكان الأكس أهو، لكن في المروحة دي القديمة متاكل. حل الموضوع ده ان احنا هنشتري مروحه زيها، ناخدها معانا ونجيب واحده زيها. بتاريخ النهارده ثمنها المروحه دي ب 25 جنيه، ممكن تزيد عندك تقل، بس هو ده ثمنها. هنركب المروحه، هتخش عادي، هنقعد نلفها لحد ما تخش. ايوه، لان ليها مكان للدخول اهي. داخله تاني، هجيب المسمار، هربطها بقى، هربط المسمار. المسمار كده اتربط 100 100، المروحه بقت محكمه. هجرب هذه المروحه، احط ايدي، اهم حاجه بتلف المروحه ما تقفش. هات شويه المروحه ما تقفش. استنى يمين، نفس الكلام كده، المروحه تمام وتصلحي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.